سبب الاشتياق لشخص معين والتفكير فيه دايما هو أنهم هن بالحقيقة أربع أسباب. أول سبب هو عدوى الطاقة. الطاقة معدية، جميع أنواع الطاقات معدية، مش بس الطاقة السلبية معدية، ومش بس الطاقة الإيجابية معدية، أيضا طاقة الحب والفايبز بسمون بالأجنبي، هيدي الفايبز اللي هي الطاقة الروحية أيضا معدية، حتى الأمراض والاضطرابات النفسية معدية وتتوارث أيضا، مش بس معدية إذا كنت بعلاقة حب أو صداقة، أيضا ضمن العائلة وجيل ورا جيل، وهيدي نظرية نفسية قديمة. طيب الطاقة المعدية هون، عدوى الطاقة إنه هيدا الشخص هو عنده شيء تجاهك، ولكن هيدا الشخص جواته عنده اضطرابات نفسية، عنده ظروف خاصة، عنده ضغوطات معينة سواء كانت داخلية أو خارجية، وبالتالي هيدا الشخص مش عارف حاله شو بده منك، وهو عايش بينه وبين نفسه حالة صراع، وبالتالي هيدي الطاقة اللي هي تتراوح بين الحب وبين اللا حب، بين الاهتمام وبين التجاهل، يعني لعبة الأون أوف أو حامي بارد، هيدي معدية، وهيدي بتخليك تشتاق لشخص على الرغم من بعده وتجاهله، وأيضا تفكر فيه دايما. شو الحل للتعامل مع هالحالة؟ بكل بساطة بدي منك، حتى إذا كنت بتشتاق له وعم بتفكر فيه، حاول قليلا إنك تبعد أو تعامله بأسلوب بارد، نوع بارد مش قاسي، خاصة إذا كان هو مش عم يقسى عليك، يعني حاول شوي تبرد من نمط تصرفاتك معه، أو تخفف الكلام الجميل أو كلام الحب والاشتياق، خاصة إذا كنت معوده عليه، وشوف إذا رح يبذل مجهود ليرجع يردك، لأنه الشخص الذي يشتاق لإلك اشتياق حقيقي مستحيل يشوفك بردت أو يلاحظ إنك بردت تجاهه، وما يحاول إنه يرجع يعمل خطوة للمبادرة أو لحتى يرجع يرجعك لنفس ما كنت قبل أن تعامله ببرود. ليه؟ لأن هيدا الشخص بيتغذى على طاقتك، فطبيعي إنك لما تبرد قليلاً هو رح يرجع يبذل مجهود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليرجع يردك لأسلوبك القديم. وكتير بيوصلني بالحقيقة استشارات ورسائل إنه لا، لما أكون أنا عم لاحقه وعم بهتم فيه ومحروق وملهوف عليه بيكون هو عم يتهرب وعم بعملني ببرود، ولا لما أنا أبرد أو صير عامله عادي بيصير هو يلحقني. وكتير بتتكرر هيدي الاستشارة، والسبب هو إنه هالشخص مثل ما قلنا عم يتغذى على طاقتك، وبالتالي لما أنت تبرد رح يرجع يلاحقك لترجع يحصل على التوازن بين طاقته وطاقتك. تاني سبب هو إنه هيدي العلاقة مستحيلة، مثل ما بيقول كاظم الساهر، وهي قصيدة من كلمات الشاعر نزار قباني، هي الحب المستحيل. بالحقيقة أغلب الشعراء والأدباء والفلاسفة وقصص الحب الأسطورية كانت بتجسد حب مستحيل. لا، الحب المستحيل واللي منحس مش قادرين نوصل لامتلاك الشخص أو نهاية سعيدة أو أن ينتهي الحب بالزواج أو أنه هالشخص يصير لنا ونحن له بشكل دائم، عادة هيدي القصص بضل في بالنا مشغول وبضل في اشتياق وبضل في لهفة أكثر من لما نضمن الشخص أنه صار لنا. ليه؟ لأنه الحب المستحيل أو العلاقة المستحيلة تتغذى على الخيال وعلى الوهم، وكل ما زاد الوهم والخيال بالعلاقة كلما زاد الاشتياق والشغف واللهفة والتفكير بهيدا الشخص. ومن العلاقة المستحيلة منوصل بطبيعة الحال للعلاقة الافتراضية، وبالحقيقة هيدا مرض نفسي جديد مستجد على الساحة من بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا كتير بيوصلني استشارات من هيدا النوع. شو يعني علاقة افتراضية؟ يعني هالعلاقة على الانترنت على وسائل التواصل الاجتماعي بعدنا ما شفنا بعض ولا مرة على أرض الواقع، وبالحالات القصوى والسيئة جدا، يعني أسوأ حالة حتى مش سامعين صوت هيدا الشخص أو مش شايفينه بالفيديو كول، يعني تكست
وهيدي أسوأ أو أصعب نوع من أنواع التعلق الافتراضي، خاصة إذا كان صار لنا فترة طويلة عم ندردش مع هيدا الشخص، عم نحكي معه، وحتى إذا كنا صرنا عم نحكي معه بالصوت الفيديو قد يكون أرحم بشوي. ليه؟ لأنه الفيديو كول هو شوي عم نشوف الشخص على أرض الواقع، يعني قريب شوي للواقع نوعا ما. هيدا التعلق الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون لقاء فعلي على أرض الواقع بخلي يزيد تفكيرنا ويزيد اشتياقنا، والسبب هو نفس سبب العلاقة المستحيلة، لأنه أيضا العلاقة الافتراضية تتغذى على الخيال والوهم، وكل ما زاد الخيال والوهم كل ما زاد التعلق والاشتياق والتفكير بهيدا الشخص. إذن شو الحل للعلاقات الافتراضية؟ مش لازم، وبرجع وبحذر ومن سنتين قلتها وبرجع بقولها، إنه أي علاقة افتراضية على وسائل التواصل حذاري ثم حذاري إنها تطول أكثر من 6 أشهر ل10 أشهر كحد أقصى. وحتى الفيديو كول مش لازم يستمر أكثر من 2 لـ2.5 سنين من دون لقاء فعلي وواقعي وحقيقي على أرض الواقع ووجها لوجه. رابع سبب والأخير للأسف هو إنه علاقة مع نرجسي أو مع نرجسية. العلاقة مع الشخص النرجسي هي أيضا بتسبب تفكير زايد وأحيانا اشتياق. ليه؟ لأنك لما تكون بعلاقة مع نرجسي وإنت ما خضعت لعلاج نفسي أو لعلاج سلوكي أو لرفع الاستحقاق الذاتي عندك، فللأسف رح تضلك عالق بالدوامة مع النرجسي، لأنه النرجسي بيلعب لعبة الأون أوف كحيلة نفسية، مش لأنه بحبك مثل ما حكينا بالحالة الأولى. الشخص النرجسي بيلعبها متعمد ويتلاعب ويقصد التلاعب بمشاعرك بين الاهتمام واللا اهتمام، أحيانا ببين لك أنه منيح وأحيانا ولا كأنه بيعرفك أو بيعاملك بإهانة أو بأسلوب غير لائق. وبالتالي لعبة النرجسي هي لعبة خبيثة، وطالما أنت ضحية وما عندك استحقاق ذاتي فمش رح تقدر تعالج هيدا التعلق والتفكير خاصة مع الشخص النرجسي إلا للخضوع لجلسات خاصة، استشارات نفسية سواء مني أو من غيري، أو حتى كعلاج سلوكي بالمحاضرات بالكتب. ليه؟ لحتى تطور شخصيتك وتنمي الاستحقاق الذاتي عندك، لأنه مثل ما قلنا مش كل الناس بيكونوا ضحايا للنرجسي. النرجسي ينتقي الضحايا اللي له بصفات نفسية معينة، خاصة بيكون عندهم استحقاق ذاتي ضعيف وما بيعرفوا يقولوا لا وما بيعرفوا يواجهوا. فلما انت تلقائيا تتعلم كيف ترفض، تتعلم كيف يكون عندك استحقاق ذاتي عن طريق جلسات تطوير الشخصية أو المحاضرات وغيرها، فبالتالي تلقائيا رح تقدر توقف أو تنهي العلاقة مع الشخص النرجسي.